الدولة تواصل جهودها لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية على الأسعار وسط تشديد الرقابة على الأسواق. تقدم للجيش الروسي في ماريوبول، والرئيس الأوكراني يدعو موسكو إلى محادثات جدية لتجنب خسائر طويلة المدى. والغرب يوسع عقوباته على روسيا، وموسكو تقول إنها ستؤدي لعواقب لا يمكن التراجع عنها. الثالثة عصراً الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. مرحباً بكم، وبداية هذه النشرة ستكون مع ليلاس كافوزي. إليك ليلاس. شكراً لك يا دعاء، وأهلاً بكم مشاهدينا الكرام. تواصل أجهزة الدولة جهودها لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية الراهنة من أجل تأمين الكميات الضرورية من السلع الاستراتيجية والمستلزمات الأساسية المطلوبة على المستوى المحلي، وذلك خلال الفترة الحالية والمستقبلية في ظل المستجدات التي تؤثر على أسعار السلع عالميا، وفقا لتوجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية. تحت رعاية رئيس الجمهورية، تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع المختلفة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بنسب تخفيض تصل إلى 60%. مبادرة كلنا واحد مبادرة مهمة عشان توفر السلع بأسعار أرخص. المبادرة الأسعار فيها حلوة جدا 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 جدا. فأنا عن نفسي كمواطن والله عايز على طول. ربنا يخلينا الرئيس ويرخص لنا كل حاجة، وهنا أحسن من بره، وفضل ونعمة من ربنا. تتوالى ردود الأفعال الإيجابية حول مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 22 بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع بأسعار مخفضة في ظل نجاحها في الوصول إلى المواطنين على مستوى الجمهورية. الصراحة في تخفيضات يعني عن برة، حتى في السكر مثلا برة ب 13 هنا ب 10.5، فيعني في فرق. في الزيت برضو كذلك الأمر في فرق. نشكر الرئيس على المبادرة الجميلة ديت، ومبادرة حلوة، وياريت على طول طول السنة المبادرة، والأسعار جميلة جدا جدا جدا. ومع تواصل فعاليات المبادرة يزداد إقبال المواطنين على شراء السلع بتخفيضات تصل إلى 60%. مبادرة جميلة جدا تبع يعني تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعني هو مشكورا بيساعدنا وواقف معانا وجنبنا، ربنا يخليه ويبارك لنا فيه. تتسابق السلاسل التجارية التي يصل عدد أفرعها إلى 993 فرعا بكل المحافظات على طرح منتجاتها بجودة عالية وبأسعار مخفضة في إطار المبادرة، وهو ما تؤكد عليه اللافتات الموضوعة على السلع المعروضة. هي المبادرة كويسة جدا، بسم الله ما شاء الله، والأسعار مختلفة عن برة بكتير. أنا شايف يعني من بعض الأوقات كده الأسعار هنا تقريبا النص. تنتشر الشوادر والمنافذ والسرادقات بكل المحافظات، والتي أقامتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار، وتشهد وفرة في المعروض من السلع بكافة أنواعها وإقبالا من المواطنين عليها، فضلا عن المنافذ المتحركة التي تمثلها قوافل السيارات الموجهة إلى المناطق الأكثر احتياجا ليستفيد منها المواطنون من قاطني تلك المناطق. سعادة الرئيس اللي هو بيعمله ده معانا، الله يبارك له، الله يكفيه شر المرض اللي هو بيعمله معانا ده، وخلينا دي رخيص، ومخلينا الرز رخيص، ومخلينا السكر رخيص. احنا بلدنا كويسه والله، يعني زازت زيت 800 ب 34 وب 32، هنا جايبه ب 27 جنيه. وتحيا مصر، تحيا السيسي. منافذ امان الثابته والمتحركه حرصت على المشاركه في فعاليات المرحله 22 من مبادره كلنا واحد، في ظل انتشارها في كل المحافظات بمنتجات تتسم بالجودة العالية، إضافة إلى إعداد عبوات تحتوي سلع أساسية تباع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50%. كرتونة فيها كل حاجة، سكر وزيت وسمنة وشعرية ورز وكل حاجة. نحب نشكر فخامة الرئيس إن هو حس بالناس وحس بشعب مصر وخفف عليهم
الظروف اللي موجودة يعني. الحاجة كلها جوه ممتازة وأسعارها حلوة جدا، الرز والمكرونة والسكر وكل الحاجة واليميش كمان أسعار حلوة قوي. والله يا ريس بقوله يعني تشكر على الأسعار اللي انت بتعملها والخدمة اللي انت بتقدمها للمواطنين واللمسة الجميلة اللي انت بتقدمها كل رمضان لكل مواطن مصر. وتتكامل بذلك جهود وزارة الداخلية مع جهود الدولة نحو تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتوفير متطلبات البيت المصري بأقل تكلفة ممكنة في ظل المتغيرات الدولية والمحلية التي تؤثر على أسعار السلع. واصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لضبط الأسواق وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. هذا وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 87 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 189 طن مواد غذائية وغير غذائية. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 133 طن سلع غذائية. أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 8 أطنان دقيق مدعمة. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن 43 طنا. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 5 أطنان أسمنت. والآن مع تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية. استقبل سفير مصر في موسكو نزيه النجاري مجموعة من المواطنين المصريين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا عبر الأراضي الروسية وذلك قبل عودتهم إلى أرض الوطن. وعلى مدار الأسابيع الماضية أجرت سفارة مصر في موسكو اتصالات مكثفة للتنسيق مع الجانب الروسي وسفارة مصر في أوكرانيا والجالية المصرية هناك لترتيب عمليات إجلاء المواطنين المصريين وأسرهم، حيث تمت استضافتهم على الأراضي الروسية منذ إجلائهم من أوكرانيا لحين الانتهاء من ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن. هذا وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها فقدت الوصول إلى بحر أزوف مؤقتا وذلك بعد أحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر. هذا وكانت روسيا قد أكدت أن قواتها تشدد الخناق حول ماريوبول التي تملك موقعا استراتيجيا ومثلت هدفا لموسكو منذ انطلاق العمليات العسكرية الروسية. تقع المدينة على الطريق بين شبه جزيرة القرم جنوبية أوكرانيا والتي ضمتها روسيا ومنطقة دونيسك في الشرق. We'll be right back.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مستودع للصواريخ تحت الأرض التابع للقوات الأوكرانية بصواريخ كينجال الأسرع من الصوت في منطقة غربي البلاد. أشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية استهدفت 69 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال 24 ساعة، بينها 4 مراكز قيادة و4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات. هذا وأشار بيان لوزارة الدفاع الروسية إلى استخدام صواريخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الضوء لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض. وتؤكد روسيا أن هذا الطراز من الصواريخ يمكن التحكم به بشكل كبير وتعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي. قال نائب رئيس بلدية مدينة زابوريتشيا إن الجيش الأوكراني فرض حظر التجول لمدة 38 ساعة في المدينة الواقعة بجنوب البلاد على أن ينتهي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. أصبحت زابوريتشيا نقطة عبور مهمة ل 35 ألف شخص يعتقد أنهم فروا من مدينة ماريوبول المحاصرة في الجنوب الشرقي. وفي بيانها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها فقدت الوصول إلى بحر أزوف الذي يتمتع بأهمية اقتصادية وعسكرية كبيرة. المزيد مشاهدينا الكرام بشأن بحر أزوف في العرض التالي. قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن أوكرانيا تأمل في إجلاء المدنيين عبر 10 ممرات إنسانية من المدن والبلدات على خط المواجهة للقتال مع القوات الروسية. أضافت أنه تم الاتفاق على ممر لمدينة ماريوبول المحاصرة على الرغم من أن جهود السلطات السابقة لإجلاء المدنيين هناك بموجب وقف مؤقت لإطلاق النار باءت بالفشل على حد وصفها. هذا ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو، مؤكدا أن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها.
هذا وأضاف زلنسكي في كلمته أن الوقت قد حان لعقد اجتماع واستعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا، كما أكد أن بلاده عرضت دائما حلولا للسلام وتريد مفاوضات هادفة وصادقة بشأن السلام والأمن دون تأخير. حمل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حمل الولايات المتحدة المسؤولية في التأثير على الحكومة الأوكرانية في المحادثات المتواصلة بين موسكو وكييف والتي تهدف لوقف العمليات القتالية في أوكرانيا. شدد لافروف على أن موسكو أيدت دائما حل جميع القضايا دبلوماسيا، ومضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق بعد بدء موسكو لعملياتها العسكرية في أوكرانيا على اقتراح رئيسها زيلينسكي بإطلاق مفاوضات سلام. ولفت وزير الخارجية الروسي لأن مشاركة الوفد الأوكراني في المفاوضات كانت شكلية في البداية، لكن لاحقا تم تحسين بعض الحوار. كما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تشارك في الأعمال القتالية في أوكرانيا ضد روسيا، مشيرا إلى أنه لا أحد يرغب في رؤية صراع بين دولتين نوويتين. كما أكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده لن تفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. في الوقت نفسه أكد أوستن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدافع عن كل أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو، محذرا الصين من إمكانية دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البلغاري، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز قدرة الدول الحليفة للدفاع عن نفسها، وأشار إلى أنه من المهم زيادة القدرات الدفاعية لمواجهة التهديدات. قمنا بمناقشات حول الغزو الروسي لأوكرانيا، والنيتو له دور وداعم موحد في استجابته لهذا الوضع، وناقشنا أيضا مجموعة من القضايا الدفاعية الثنائية. فمن الأهمية بمكان أن أكون هنا اليوم شخصيا في هذه الظروف الدقيقة من أجل أن ندين معا ما قامت به روسيا ضد دولة جارة وآمنة وما تقوم به ضد الشعب الأوكراني. وأود أن أوضح أيضا مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية في تحمل التزاماتها. فموقفنا بالنسبة للنيتو الغير متزعزع على الإطلاق، دعمنا لأوكرانيا طبعا واضح، وما تمر به أوكرانيا تراجيدي. بالتأكيد مع الحلفاء في النيتو هنالك الكثير من الضحايا المدنيين، فالعدوان الروسي قد أثر على الشعب الأوكراني وأيضا كل العالم الحر. قال رئيس الوزراء البلغاري أن بلاده استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين الأوكران منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع الحلفاء لتقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني. بلغاريا أرسلت الكثير من المساعدات الإنسانية والأدوية، ونحن نعمل مع الصليب الأحمر من أجل إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية الضرورية لمن يحتاجها. بالإضافة إلى ذلك، حتى أثناء المحادثات التي تمت مع الرئيس زيلينسكي شكر شخصيا بلغاريا لأنها فتحت أبوابها للأوكرانيين الذين حضروا إليها كلاجئين، وقال إن جيشي يحارب ونحن متأكدون بأننا طبعا يمكن أن نحارب بشكل أفضل عندما نعرف بأن نساءنا وأطفالنا في وضع آمن. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا فوجئت من قوة المقاومة الأوكرانية وصلابتها، وأشارت إلى أنها أجبرت على تغيير منهجها العملياتي وأنها الآن تسعى وراء استراتيجية استنزاف. وبحسب بيان وزارة الدفاع البريطانية يرجح أن يشمل هذا استخداما عشوائيا لقوة النيران والتي قد ينتج عنه زيادة أعداد الضحايا من المدنيين ودمار البنية التحتية الأوكرانية وزيادة الأزمة الإنسانية.
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه لا يستبعد انتهاء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا قريبا، داعيا كييف إلى توقيع اتفاق سلام مع موسكو. كما أكد الرئيس البيلاروسي اقتناعه بأن روسيا ستتعامل مع العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا بمفردها، مضيفا أنه لا أحد طلب من مينسك المشاركة فيها. قال رئيس الوزراء البولندي إن بلاده عرضت على الاتحاد الأوروبي فرض حظر شامل للتجارة مع روسيا في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا. جدير بالذكر أن بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين الفارين من العملية العسكرية الروسية. قالت وزارة الخارجية الروسية أن إعلان الاتحاد الأوروبي عن الحرب المالية والاقتصادية الشاملة ضد روسيا سوف يؤدي إلى عواقب لا يمكن التراجع عنها. وأعلن مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية أن الحكومة الروسية تعمل على رد على العقوبات غير المسبوقة وغير القانونية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. اعتبر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عند حدود أوكرانيا. وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي لحزب المحافظين إن صمت الغرب سيشجع روسيا على الهجوم على جورجيا ودول البلطيق. لهذا من المهم أن يخفق وأن يفشل، لأن بوتين الناجح المنتصر لن يتوقف عند حدود أوكرانيا ونهاية الحرية في أوكرانيا أو آمال الحرية في أوكرانيا، بل في جورجيا وحقبة جديدة من التهديد والرعب من البلطيق إلى البحر الأسود. من جانبها شددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس على أهمية تعزيز قوة حلف شمال الأطلنطي الناتو. وخلال مؤتمر لحزب المحافظين أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أكدت استمرار العقوبات الغربية لإضعاف الاقتصاد الروسي على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا. وبدوره أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن بلاده لن تتوقف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، مطالبا بتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. أشار والاس في كلمة له بمؤتمر حزب المحافظين البريطانيين إلى أن لندن تزود كييف بصواريخ مضادة للطائرات، ولفتا إلى إرسال جنود بريطانيين إلى بولندا للمساعدة في تعزيز المهمات القتالية والإنسانية. حذر رئيس مجلس إدارة مصرف دويتشي بانك الألماني من التعجيل بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، مشيرا إلى أن هذه العقوبات لها أيضا تأثير سلبي على المصرف. في الوقت نفسه أوضح رئيس مجلس إدارة المصرف أنه في حال اعتبرت الحكومة الاتحادية فرض عقوبات جديدة ضروريا سيتم المشاركة فيه، ومطالبا بإجراء مراجعة بشكل دائم لما إذا كانت هناك حاجة لعقوبات أشد. هذا وكان دويتشي بانك وهو أكبر مصرف تجاري في ألمانيا أعلن الأسبوع الماضي عن تخفيض حجم أعماله في روسيا بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أعلن أيضا أنه لن يشارك في أعمال جديدة هناك. يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم 28 من مارس لبحث قضية لاجئي أوكرانيا.
من المقرر أن يركز الاجتماع على سبل توفير دعم مالي ومادي للدول التي تستقبل اللاجئين، وكذلك سبل للدفاع عن الحدود الخارجية للتكتل. كما يناقش استقبال لاجئين حاليا في مولدوفا لدولة غير عضو بالتكتل الأوروبي وتتخم أوكرانيا. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مئات الطائرات الروسية على قائمة سوداء بسبب انتهاكها مؤخرا العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. وأشارت التجارة الأمريكية إلى أن هذه الطائرات لم تعد قادرة على التزود بالوقود والصيانة أو حتى توفير قطع الغيار أو الخدمات، ومن ضمنها طائرة مملوكة لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش وطائرات بوينغ لشركة إيروفلوت. نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن مسؤول كبير قوله إن روسيا ستبدأ العمل في إرسال بعثة خاصة بها إلى المريخ بعد تجميد وكالة الفضاء الأوروبية مشروعا مشتركا في أعقاب العمليات العسكرية في أوكرانيا. وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية إن بلاده ستبدأ في المستقبل القريب العمل على تنفيذ مهمة إلى المريخ، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن هناك حاجة بالضرورة لمسبار، لأن المركبة الروسية المصممة لنقل المسبار ستكون قادرة على القيام بالأعمال العلمية المطلوبة. قتل 4 جنود أمريكيين بعد تحطم طائرتهم العسكرية في النرويج أثناء مشاركتها في تدريبات ينظمها حلف شمال الأطلسي. هذا وكانت السلطات النرويجية تلقت بلاغا بفقدان الاتصال بالطائرة التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز، وذلك في شمالي البلاد في أحوال جوية سيئة. ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية أن الصندوق الخاص لدعم الجيش الألماني ب 100 مليار يورو سيؤدي إلى تحسينات ملموسة للقوات في غضون أسابيع. قالت الوزيرة إن الجنود سيشعرون بالتحسن مع وصول سطورات واقية وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة لاسلكية حديثة. كانت قد أعلنت أيضا زيادة في ميزانية وزارة الدفاع لخلفية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. أما في الملف الليبي فأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أكد استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي حولها. جاء ذلك خلال لقاء السايح مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث شدد نورلاند على أهمية اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اقترحتها مستشارة أمين عام الأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز، وذلك لتبني قاعدة دستورية. اطلع وفد أمني رفيع المستوى على الوضع الأمني ومتابعة خطط ملاحقة بقايا داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين بالعراق. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية اطلعوا على الوضع الأمني في محافظة صلاح الدين ومتابعة الجهد الاستخباري وتصفية ما تبقى من أوكار عصابات داعش الإرهابية. رحبت الأمم المتحدة بالمبادرة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي بشأن إجراء مشاورات في الرياض بين أطراف الصراع في اليمن خلال الأيام القادمة. وأكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن المنظمة تقدر جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن.
صوت ما يقرب من مليون شخص في تيمور الشرقية في الانتخابات الرئاسية، حيث اصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم في العاصمة وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد. يخوض الرئيس الحالي فرانسيسكو لو أولو غوتيريس والبلغ العمر 67 عام، يخوض الانتخابات ضد 15 مرشح آخر من بينهم 4 نساء. ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة بمقياس ريختر أجزاء من محافظة إيواتي شمالي شرق اليابان. وذكرت هيئة الأرصاد اليابانية أن الهزة الأرضية لم تنجم حتى الآن عن تهديدات بوقوع موجات مد عاتية تسونامي، كما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات. وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في المياه قبالة الساحل الشمالي للمحافظة على عمق 18 كيلو مترا تحت قاع البحر، فيما وقع انقطاع في التيار الكهربائي في المحافظة ما أثر على حوالي 2200 أسرة. قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن إجمالي إصابات كورونا حول العالم ارتفع إلى أكثر من 467 مليون و671 ألف حالة إصابة. كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي وفيات كورونا حول العالم إلى أكثر من 6 ملايين و70 ألف وفاة. سجل بر الصين الرئيسي أول حالتي وفاة بكوفيد 19 منذ أكثر من عام، كلتيهما في مقاطعة جيلين وفقا لما أعلنته لجنة الصحة الوطنية. وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس إلى 4638. هذا وسجلت الصين 4051 إصابة جديدة بالفيروس في وقت تواجه فيه البلاد أسوأ زيادة في الإصابات منذ بداية الجائحة. شاركت الكلية الحربية مؤسسة ابني للفئات الخاصة وأطفال التوحد في تنظيم ماراثون رياضي تحت عنوان اجري من أجل أطفال التوحد. جاء ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة ولدورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة. استمراراً لجهود القوات المسلحة ودورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، شاركت الكلية الحربية مؤسسة ابني للفئات الخاصة وأطفال التوحد في تنظيم ماراثون رياضي تحت عنوان اجري من أجل أطفال التوحد. شارك في الماراثون الرياضي مدير الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية وعدد كبير من المواطنين وعدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي نهاية الماراثون نقل اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمؤسسة ابني للفئات الخاصة لإتاحة الفرصة لزيارة المؤسسة للكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال. مؤكدا أن تنفيذ ماراثون اجري من أجل أطفال التوحد يأتي في إطار الروابط القوية بين القوات المسلحة وكافة فئات الشعب لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق لهم ولأسرهم. نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة
نظمت ندوة تثقيفية لعدد من طلاب كليات الأعلام بالجامعات المصرية المختلفة حول جهود الأعلام العسكري في توضيح دور القوات المسلحة تجاه الأعمال الحربية والإرهابية. وبدأت الندوة باستعراض مهام إدارة الشؤون المعنوية المختلفة والتي تنفذها وفقا لأحدث نظم التكنولوجية المتطورة لتعريف الطلاب بأسلوب عمل إدارة الشؤون المعنوية في تنمية الوعي المجتمعي وتوضيح الحقائق وتعظيم روح الولاء والانتماء، بالإضافة إلى أبراز جهود القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة، ما يسهم في تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع الشعب المصري العظيم بمختلف فئاته وأطيافه. هذا وشملت الندوة عرض الفيلم التسجيلي الشهيد خالد من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، والذي يتضمن محتوى إعلامي متميز يوضح أهمية دور القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد عن إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي. أوضح المركز نقلا عن وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد في مواعيدها المحددة دون أي تعديل، حيث سيتم عقد امتحانات شهري فبراير ومارس في الفترة من الثاني حتى السادس من إبريل، على أن تقتصر الأسئلة على المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس. كما ستعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الثامن من مايو وتستمر حتى الخميس الثاني عشر من مايو. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 788 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 12 حالة جديدة. هذا وقالت الوزارة أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 766 متعافياً بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن إلى 430,198 متعافي. والآن هذه وقفة مع الأخبار الاقتصادية. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد الحرص على توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات المختلفة. جاء ذلك خلال لقائها بوزير التجارة السعودي لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، حيث أشارت إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية واستمرار مسيرة التعاون في إطار خصوصية وتنامي علاقات التعاون المثمر بين مصر والسعودية. استعرضت الوزيرة أبرز فرص ومجالات تنمية العلاقات في إطار شراكات فعالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين. أعلنت إيطاليا أنها ستفرض ضرائب على الأرباح الإضافية التي تحققها شركات قطاع الطاقة من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك بهدف تخفيف الكلفة على العائلات والشركات. وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن الهدف من هذه الضرائب هو توزيع هذه الأموال على الشركات والعائلات التي تواجه صعوبات كبيرة. دعا قادة إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان إلى وضع استراتيجية مشتركة في الاتحاد الأوروبي لضمان أمن الطاقة بعد أن أدى النزاع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعارها. قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن الدول الأربع تريد طرح إجراءات ملموسة على الطاولة لحماية كل الدول الأعضاء
في قمة قادة دول الاتحاد والتي ستعقد الأسبوع المقبل في بروكسل. اتخذت دول أوروبية إجراءات أحادية لتقليل أثار ارتفاع أسعار الطاقة والتي كانت تسجل أصلا زيادة قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن دولا أعضاء عدة تضغط من أجل اتخاذ تدابير أوروبية جماعية لحل المشكلة والتي تأتي في أعقاب الإضرار الناتجة عن جائحة كوفيد-19. والآن مشاهدينا الكرام إلى آخر أخبار الرياضة. يعلن اليوم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كيروش قائمة الفراعنة النهائية لمباراتي السنغال بالمرحلة الأخيرة بتصفية كأس العالم. وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباريتي السنغال يومي 25 و29 من مارس الجاري، وذلك في المرحلة الأخيرة بالتصفية المؤهلة لكأس العالم 2022. تتواصل منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني في القاهرة الفني القاهرة 2022 والمقامة حاليا على الصالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة بمشاركة 34 دولة. تختتم غدا الأحد فعاليات البطولة والتي تقام ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك وسط إشادة جماعية ودولية من الوفود المشاركة بالمستوى الفني للبطولة وحسن التنظيم. فاز الأهلي على المريخ السوداني بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب بعد سان داونز المتصدر ب10 نقاط، فيما يحتل المريخ المركز الثالث ب4 نقاط. يختتم بيراميدز اليوم استعداداته لمواجهة مضيفه أهلي طرابلس الليبي في 9 من مساء غد الأحد، وذلك على استاد شهداء بنينة بمدينة بنغازي في ليبيا في 5 جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. يحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما يوجد أهلي طرابلس في المركز الثاني برصيد 9 نقاط. يختتم فريق مصر البورسعيدي اليوم استعداداته للقاء القطن الكاميروني في 3 من ظهر غدا الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 5 من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية. هذا ويتصدر المصري المجموعة 3 برصيد 7 نقاط ويتساوى في الرصيد مع مازيمبي صاحب المركز الثاني، ويوجد فريق أوتوهو الكونغولي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، كما يحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط. حقق فريق سموحة الفوز على دمنهور بالنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة 32 لكأس مصر. بهذه النتيجة يصعد سموحة إلى دور 16 لكأس مصر، وشهدت المباراة طرد الحكم للاعب دمنهور أحمد قطب ليكمل لاعبو دمنهور المباراة ب10 لاعبين.
يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا على ريو فايكانو اليوم في الجولة 29 من الدوري الإسباني، ويبحث أتلتيكو مدريد عن الفوز لتعديل موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة، بينما يوجد ريو فايكانو في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة. يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري الإسباني. يتصدر ريال مدريد ترتيب الليغا برصيد 66 نقطة مع تبقي 10 جولات على نهاية المسابقة بفارق 15 نقطة عن البارسا. يلتقي فريق ميلان مع مضيفه كالياري اليوم في الجولة 30 من الدوري الإيطالي، ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي الوصيف، بينما يوجد كالياري في المركز 17 برصيد 25 نقطة. يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره يونيون برلين اليوم في الجولة 27 من الدوري الألماني. يوجد بايرن ميونخ في صدارة المسابقة برصيد 60 نقطة، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن بروسيا دورتموند الوصيف، بينما احتل يونيون برلين المركز الثامن برصيد 38 نقطة. يواجه فريق توتنهام هوتسبير ضيفه ويست هام يونايتد الأحد في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي. يدخل توتنهام المباراة وهو في حاجة ماسة لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط، وذلك لتعديل موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السابع برصيد 48 نقطة من 28 مباراة، بينما يوجد ويست هام في المركز السادس بنفس النقاط من 29 مباراة. يواجه فريق تشيلسي نظيره ميدلسبرو اليوم في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. تأهل تشيلسي لربع النهائي بعد الفوز على لوتون تاون في دور السادس عشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما صعد ميدلسبرو إلى دور ذاته بعد فوزه على توتنهام بهدف نظيف. يتوجه الروسي أندريا روبليف والأمريكي تايلر فريتز في نصف نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس، وذلك بعدما تمكن روبليف المرشح السابع لللقب الذي يشارك في البطولة تحت علم محايد من الفوز على منافسه البلغاري ديمتروف بمجموعتين دون رد في مباراة استغرقت ساعة وثلاثين دقيقة. تأهلت اليونانية ماريا ساكاري إلى نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس، وذلك بعد تغلبها على الإسبانية باولا باداسا في نصف النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة في مباراة استغرقت ساعة وثمانية وأربعين دقيقة، لتحرم غريمتها من المنافسة على الفوز باللقب للمرة الثانية تواليا. تواجه ساكاري في نهائي منافستها البولندية المرشحة الثالثة لللقب،
وتتطلع سكاريا المصنفة السادسة عالميا للتتويج بثاني لقب في مشوارها. والآن نذهب لوقفة مع آخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وصلنا لختام هذه النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الدولة تواصل جهودها لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية على الأسعار وسط تشديد الرقابة على الأسواق. تقدم للجيش الروسي في ماريوبول، والرئيس الأوكراني يدعو موسكو إلى محادثة جدية لتجنب خسائر طويلة المدى. الغرب يوسع من عقوباته على روسيا، وموسكو تقول إنها ستؤدي لعواقب لا يمكن التراجع عنها. ختاما مشاهدينا الكرام، للمزيد من الاخبار يمكنكم دائما متابعه موقعنا على الانترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام كذلك يوتيوب. كنا معكم انا ليلاس كفوزي ودعاء جاد الحق في هذه النشره، شكرا لكم على طيب المتابعه والى اللقاء.